عائلات بشكل مختلف. يعني أحلام هند وكاميليا كان فيلم تقيل قوي، راجل ضد قانون ولا زمن حاتم زهران ولا بطل من ورق ولا غرام الأفاعي، كلها أفلام كانت غير عادية. اتكلم على هوليوود بقى، رامبو كان هو بقى الموضة، كان معاه روكي، كان معاه 007، بس كان أعتقد روجر مور اللي بيعمله الغنى كمان. كان في الوقت ده بقى ستيفي واندر، مايكل جاكسون. الأبا متألقين، بوني إم متألقين، البي جيز، جون ترافولتا ظهر. يعني الحياة كانت مزيكا في الثمانينات، كل حاجة حلوة. هاخدكم دلوقتي بقى ونروح لأول بطولة، وريتكم مصر ووريتكم الأجواء ووريتكم الشكل كان عامل إزاي. عايز أخدكم بقى ونروح للبطولة على طول، لأن البطولات هنخش فيها بشكل مباشر. تعالوا خدكم لبطولة جديدة، البطولة رقم 16 في الأمم الأفريقية في المغرب. البطولة اللي قبلها إزاي يوفق اللعيبة ببعض، الكيمستري، الكاريزما، الشخصية بتاعت منتخب مصر مع مايكل سميث كانت حاجة تانية، كانت بداية لشخصية منتخب مصر الكبيرة اللي بعد كده عملت نتائج غير عادية. مايكل سميث 86 خد البطولة مع منتخب مصر، 87 كمان خد بطولة الألعاب الأفريقية. كان مدير فني غير عادي، أنا من ضمن اللعيبة اللي عاشوا معاه، كان مدير فني متميز قوي قوي قوي. بطولة المغرب كان ليها استعداداتها، كان ليها شخصيتها. المغرب في الوقت ده كانت تحت حكم الملك الحسن الثاني، كان راجل شخصية عظيمة. والبطولة دي اتلعبت على ملعبين، ملعب محمد الخامس وده كان في الدار البيضاء، وكان 45,000، تقول 50,000، 55,000، قول ما فيش حاجة اسمها سعة، الاستاد بيتملي على آخره. الملعب الثاني مولاي عبد الله، وده كان في مدينة الرباط، وكان بياخد 52,000. صدقني في ماتشات عدى 60,000، حصل كده سنة 88. مصر كان في تغييرات في شوية، مايكل سميث لعب في التوليفة، كان عايز يظبط حاجات، فجاب شوية عناصر من 86 وضاف عليهم عناصر شابة زي جمال عبد الحميد، زي حمادة صدقي. جمال عبد الحميد الهداف، حمادة صدقي المقاتل الأفريقي الأول مش المصري، لأن هم في أفريقيا كانوا بيبصوا لحمادة صدقي على أنه بعبع للمهاجمين كلهم. ربيع ياسين طبعا، أشرف قاسم، الفز محمد عمر، وربيع ياسين ده كمان أسطورة لوحده، وأشرف قاسم نجومية زي ما قلت لكم عاملة إزاي. وجاب كمان طارق يحيى، وطارق يحيى كان بالنسبة لمايكل سميث مفتاح يغير بيه طريقة اللعب، يقدر يلعب راسين حربة ويقدر ينزل طارق يحيى يعمله جناح، يقلب شخصية منتخب مصر لأربعة تلاتة تلاتة. الوقت ده كان طريقة اللعب كده، 4-4-2 4-3-3. الوحيد مايكل سميث اللي في الوقت ده راح مغيره لعب 4-2-4 في بعض المرات، دي كانت في مصر في 86 لما لعب بالخطيب بيبو ورا جمال عبد الحميد، فيتلائم في المنطقة دي وحط مصطفى عبده يمين وحط طارق يحيى شمال، قلب أفريقيا وكسب بطولة الأمم الأفريقية. البطولة دي فيها تحفظات بره أرضك، ففكر بشكل مختلف. في الوقت ده كان فيه أيوب الكرة المصرية اللي قاعد مستني، مش ماشي غير لما أقف أحرز مرمى الأهلي ومرمى مصر، فضل قاعد ورا اتنين محدش يقعد وراهم، ثابت البطل وإكرامي. لكن الوحيد اللي كان مؤمن ان هو قادر ان يتخطاهم، الوحيد كان هو احمد شوبير، مش حد تاني، محدش كان يقدر يشوف تالت لثابت البطل واكرامي. فكانت يعني مايكل سميث عارف يشوفه وعارف ياخده وعارف يحطه حارس مرمى اساسي. مايكل سميث انا قلت لكم كان مدير فني مختلف، كان الحارس الاحتياطي كمان او الثالث في البطوله دي كان طارق سليمان، كان حارس مرمى النادي المصري البورسعيدي. حابب افتكر لكم كل التفاصيل. البطوله دي طبعا كانت مهمه كمان بالنسبه لي، انا طلعت فيها ولعبت فيها،
كان نفسي طبعا نكسب البطولة دي، بس كان حظنا وحش قوي. عملت حاجات كتير رغم ان انا عييت كنت اول اسبوع، لكن خفيت بعد ماتش الكاميرون. البطولة دي كمان كان معانا فيها لعيبة كتيرة كلهم عظام. هشام يكن احد المدافعين الاقوياء اللي ظهروا في افريقيا زي مصر بالظبط، وكان مدافع صلد غير عادي، كان ملك الكرات الطويلة. يعني بيتكون بيتجهز بيظهر ان هو يكون ديفندر مصر الاول، لعيب تقيل بيعرف يستلم ويسلم، ما عندوش اي فلسفة كتيرة، وده كان قمة تميزه سهولة لعبه. طبعا التوأم حسام وابراهيم نضجوا بكامل غضبهم في الملعب، ما يتغلبوش، عايزين اي ماتش ما يتغلبوش، كانوا بيعملوا روح حلوة قوي. حسام كان لعيب رائع، ابراهيم حسن كان باك رايت عصري سابق عمره، ابراهيم حسن لحد دلوقتي يلعب هو وحسام حسن ده اكيد. طبعا اسامه عرابي ده اخويا، راجل محترم قوي ولعيب كمان كان تقيل قوي. محمد رمضان راس حربه اتظلم لان هو راس حربه فريد كان من نوعه، كان لعيب غير عادي. عماد سليمان طبعا كان موجود، وعماد سليمان كلمتكم عنه وعن صفاته الشخصيه ومهاريه، صفاته الشخصيه وصفاته المهاريه وامكانياته وتعامله مع رجله اليمين ورجله الشمال، كان لعيب فز حاجة كده من ريحة الإسماعيلية، دايما منورة في الملعب. لكن القرعة كانت عجيبة يا أخي، تحس إنها معمولة تاني، مقصودة تاني، بيقريفوا الناس تاني المغرب والجزائر كانوا في مصر عندنا، رجعوا تاني اتحطوا مع بعض في نفس المجموعة بالظبط، بس المرة دي معهم بقى كوت ديفوار وزائير. المجموعة بقى التانية اللي احنا كنا فيها واحنا كنا حامل اللقب، يعني مصر وجمعنا نيجيريا والكاميرون اللي احنا قرفناها وكسبناها بضربات الجزاء، ومعنا كينيا. مجموعة صعبة قوي، لكن كينيا دايما الصيد بتاع المجموعة دي. الكاميرون مش الختامية زي 86، كان موجود روجي ميلا، روجي ميلا موجود في الملعب حاجة تبقى مقلقة، لانه هو عامل زي القناص قاعد يصطاد كورة تايهة، قاعد يصطاد غلطة، قاعد يصطاد إحساس عشان يحوله الجول. وفعلا ميلا وبشكل مبكر جدا. وفي المباريات في المجموعة بقى بتاعت مصر كان كلها بصراحة زي ما بيقولوا كده رعب فزع، متعرفش نتيجة حاجة، التنزل الفرقتين مليانين مشاكل، مباراة ضخمة جدا، روجي ميلا بيقود الكاميرون علشان يتعادلوا مع نيجيريا اللي رشيد ياكيني جاب هدف نيجيريا، اتنين كبار قوي هما اللي قدروا يجيبوا الاجوان. بقى الجولة الأخيرة مصر كانت محتاجة تكسب، وكنا محتاجين ان الكاميرون تتعادل مع كينيا او تتغلب، لكن الكاميرون راحت كسبانة على طول بكل سهولة كينيا، ومصر ونيجيريا تعادلوا، فخسرنا بالتعادل ده وجودنا في البطولة. البطل خرج، البطل ما قدرش يكمل، وبقى مفاجأة كبيرة ان مصر ما كملتش في البطوله دي، لان الاسماء كانت كبيره قوي وكل حاجه كانت مجهزه. النهائي بين الكاميرون ونيجيريا نهائي غريب، كل شمال افريقيا اللي فاكرين نفسهم الملوك، اللي فاكرين نفسهم هم اللي بيكسبوا اي حد، ما قدروش لعبوا. حتى مصر خرجت، الجزائر والمغرب لعبوا على الثالث والرابع، لكن النهائي كان بين الكاميرون ونيجيريا، والمباراه كانت غير عاديه، مباراه بصراحه اللي اتفرجوا عليها صراع غير عادي، تحس الفرقتين في الادغال طايرين كله بيجري، صدام غير عادي على المستوى الفردي، اتنين بيخبطوا في بعض، صدام غير عادي على مستوى الكوره والجماعيه، كوره في منطقه حواليها 4-5. بصراحه الفرقتين عملوا شو غير عادي، نهائي غير عادي، بس دايما النهائيات بتبقى اهدافها قليله. كاميرون للمره الثانيه في تاريخها بطل الأمم الأفريقية في المغرب، حاجة غير عادية بصراحة. أسود الكاميرون كانوا يستحقوا هذه البطولة.
هاخدكم لبطولة جديدة في حلقتنا النهاردة، بطولة الجزائر سنة 90، وما تكلموش سنة 90 مصر كانت عاملة ازاي، مش قادر أقول لكم الاحتفالات كانت عاملة ازاي، مصر كانت عبارة عن بوكيه ورد في كرة القدم، بوكيه ورد، سعادة غير عادية، مصر أساساً وصلت كأس العالم، ولما جت بطولة 90 في الجزائر بعتوا حتى بعتوا المنتخب الثاني، المنتخب الأول اتشال اتعان خلوه على جنب، حافظوا عليه، مباراة الكابتن جوري قرر كده التاكتكس الفكر هنلعب ازاي في كاس العالم، بعدوا اللعيبه، بعدوا اللعيبه تماما. تغييرات كتيره حصلت سياسيه فنيه رياضيه، لكن ابرز حاجه لما نيجي نقول امم افريقيه يعني افريقيا، اطلاق صراح الزعيم الافريقي نيلسون مانديلا بعد 26 سنه من السجون. فاكرين نيلسون مانديلا لما بتغير؟ لان هم كان عندهم التفرقه العنصريه، اخيرا جنوب افريقيا بتفوق، وعملية الفصل العنصري أو عملية العنصرية اللي كانت موجودة بتنتهي. فكان ده حدث مهم قوي في سنة 90 زي وصول مصر للكاس العالم. البطولة في الجزائر اتعملت على ملعبين، ملعب 5 يوليا وده بياخد 90 ألف متفرج، وملعب 19 مايو بياخد 65 ألف متفرج، 8 فرق في بطولة الأمم الأفريقية في الجزائر. طبعا البطولة في الجزائر كالعادة مجموعتين، انتوا حافظين بقى خلاص 8 فرق، مصر نيجيريا، وقعوا بقى مع مين؟ مع الجزائر وكوت ديفوار، مجموعة صعبة قوي، وانت بعت المنتخب الثاني. المجموعة الثانية كانت يعني برضو مش هنقول صعبة، لان في كينيا، زامبيا، السنغال، الكاميرون، كينيا. بصراحة المجموعة الثانية اسهل بكتير من المجموعة الأولانية بتاعتنا، فرقة جديدة، فرقة مختلفة، مجموعة تانية خالص غير المنتخب الأول اللي راح لعب كأس العالم، هما اللي موجودين. انت في الجزائر بتلعب بمنتخب مصر التاني بعد ما خرجت الجزائر من كأس العالم بالهدف الشهير طبعا بتاع حسام حسن، فطبعا الأحاسيس عاملة ايه، الرؤية عاملة ايه، الناس عاملة ايه، بيبصوا لمصر ازاي. بصراحة كان فريق كومانس اللي راح البطولة دي، كان فريق بقيادة المخضرم ثابت البطل الله يرحمه، ووحش أفريقيا المدافع الصلد الصخرة الأولانية كانت عندنا حمادة صدقي، ومعاه نجم الخطوط، نجم الونجات، نجم الأوفرات طارق يحيى، ومجموعة من الشباب بقى، هم دول كانوا الكبار ومجموعة من الشباب بحب أقول قوي اسمهم لأن هم عملوا اللي عليهم، عبد العظيم الشورى وعادل عبد الرحمن وعماد صلاح وفوزي جمال وهشام إبراهيم ومحمد سعد ومشير حنفي وطه السيد وطلعت منصور وياسر الريان التربيني ياسر الريان. بطولة طبعا كانت تقيلة قوي، بتخسر 3-1، نتائج بقى ايه مش قادر اقول لكم، شهية الهدافين جامدة قوي. بعد كده الكاميرون بتخسر 1-0 من زامبيا، وكينيا بتتعادل مع السنغال 0-0. مباريات المجموعة دي كمان غريبة قوي، مصر تاني بترجع تخسر من نيجيريا 1-0، ده ايه النحس ده، مفيش فوز خالص لهم، بالفوز ده سقفنا لهم رغم ان كانت استعدادات عسكرية مش مباراة كورة. الكاميرون كمان رجعت كسبت كينيا 2-0، وزامبيا والسنغال اتعادلوا 0-0. مصر يعني خرجت، وخرجت مش لوحدها، خرجت معاها قوة كتيرة، ساحل العاج وديفار والكاميرون كمان خرجت، واكيد كينيا قلت لكم في بداية كلامي هتخرج. بعد كده وزامبيا بيتقابلوا في المركز الثالث والرابع، والسنغال خسرت من زامبيا اللي تحولت لقوة جديدة في أفريقيا 1-0. زامبيا ثالث الأمم الأفريقية في الجزائر، تيجي الجزائر بعد كده هم ما وصلوش كأس العالم لأن هم بقوا أبطال أفريقيا. حدوتة كانت جميلة، في بطولة كانت صعبة. تعال أروح بيكم كمان لحدوتة جديدة دلوقتي. بيعلن بطولة الأمم الأفريقية 92 في السنغال، السنغال بلاد العمالقة، ناس طوال كده كلهم، يا
يعني قليل قوي لما تلاقي حتى اجسام عاديه. يعني السنغال وطبعا كانت الكونغو او زئير يعني اسمهم كده، بلاد برضو كان فيه معمق. 92 في السنغال كان لنا احلام جديده كتيره فيها. كابتن جوهري وعد وقال انتظروا منتخب مصر بشكل تاني، كله كان مستني منتخب مصر هيكون شكله ايه في السنغال في بطوله 92. الظروف كانت صعبه، الاجواء كانت صعبه، الدوري كان بصراحه كمان في مصر حلو قوي في سنه 92، كانت المنافسه كبيره قوي بين الزمالك والاهلي، واتذكر ان احمد الكاس نجم مصر خد هداف الدوري ده بحوالي 14 هدف. كابتن محمود الجوهري اعلن المنتخب ان هو هيعمل عمليه مزج، هيدخل شويه شباب في وسط عناصر الخبره، يعني لو عنده احمد شوبير وابراهيم حسن عجز بقى معانا في البطوله، وشوبير عجز معانا في البطوله، وهشام ياكن واشرف قاسم بقوا كبار، واسماعيل يوسف طبعا معاهم، ومجدي عبد الغني وحسام حسن وجمال عبد الحميد وطارق سليمان فضلوا زي ما هم، وابتدى بقى يضم لهم بعض اللعيبه مع كمان احمد رمزي وفوزي جمال، ضم عظيمه وايمن رجب، مجدي طلبه طبعا كان من الكبار، ضم خالد عيد ومحمد صلاح ابو جريشه ظهر، واحمد الكاس ما كانش يقدر يستغنى عنه الكابتن جوهري، سعفان الصغير كمان وخالد مصطفى، كل دول كانوا موجودين. دي كانت الاسماء اللي اعلن عليها الكابتن جوهري، وهو اللي توسم فيهم انهم يقدروا يحققوا حاجه لمصر. خلاص خلصنا الجزائر، بقينا في السنغال. السنغال 92 اول مره في تاريخها تستضيف بطوله، السنغال حدث جديد، يعني الجزائر كان اول مره، المغرب اول مره، فكر الاتحاد الافريقي كان بيتغير، كان بيشرك البلاد الافريقيه كلها في حبهم في شغفهم بكره القدم. بطوله كان بيتحط فيها 12 فريق، وتقسموا بصراحه على اربع مجموعات، كانت صعبه قوي، يعني كل مجموعه ثلاث فرق بس وهياخدوا الاول والثاني. حظوظ كترت، اول مجموعه كان فيها نيجيريا والسنغال وكينيا دايما موجوده عشان تتغلب، وبعد كده الكاميرون وزائير والمغرب، صعبه قوي. بعد كده تيجي المجموعه الثالثه، كان كوت ديفوار والكونغو والجزائر، مش قادر اقول لكم حتى على نتائج المجموعه دي من قوتها. تيجي مجموعه الموت، كانت دي مجموعه الموت، غانا زامبيا مصر، مجموعه تقيله قوي وصعبه كانت جدا. البطوله اتعملت على ملعبين، كل مجموعتين على ملعب، ملعب ليوبارد سيدار، وده كان في دكار، دكار دي كانت العاصمه بتاعت السنغال، وكان بياخد 60,000 متفرج. الملعب الثاني إيلين سيتو داياتا في مدينه زيكانشور، وده كان بياخد 10,000 متفرج بس، كان ملعب صغير قوي. هقول لكم نتائج بسرعه. المجموعه الاولى نيجيريا قلنا والسنغال وكينيا، المجموعه الثانيه الكاميرون المغرب زير، الكاميرون بتكسب من المجموعه الثانيه هم اللي كملوا، المجموعه الثالثه الموت، هي كانت موت بس ما حدش تعب غيرنا فيها، كل الشمال الافريقي وقع، مصر وقعت، الجزائر المغرب كلهم طاروا بالبطولة، بطولة بقت أفريقية بيور، الشمال الأفريقي كله مش موجود، نيجيريا الكاميرون كوت ديفوار بيكسبوا زئير والسنغال وزامبيا 1-0، غانا كمان كوت ديفوار بتكسب الكاميرون بركلات الترجيح 3-1، كانت المباراة دي كانت صعبة قوي. بعد كده نيجيريا هتلعب على ضربات الجزاء، فاكرينهم لحد النهاردة 11-10، كوت ديفوار بتكسب غانا وبتفوز لأول مرة ببطولة الأمم الأفريقية اللي كانت على أرض السنغال. الأمم الأفريقية 1994 في تونس، بصراحة كانت الحياة مختلفة. منتخب مصر لم نفسه، لعب مبارياته الودية، كان بيقوده مين؟ كابتن طه اسماعيل، أحد أبرز نجوم القارة الأفريقية، وكان معاه ملك النصر فاروق جعفر.
في الوقت ده كانوا هم اللي بيقودوا منتخب مصر. كابتن طه اسماعيل بخبراته بذكائه بحب الناس ليه ومعاه واحد أسطى، واحد بيعرف ينقي كويس. عملوا منتخب مصر كان تركيبته غريبة شوية لكن كانت مقبولة في الوقت ده، يعني كان فيها حقول الأسماء اللي كانت موجودة إن أنا أحب أذكرهم. أحمد شوبير موجود، وسعفان الصغير، وحسين السيد انضم بقى لأول مرة، محمد يوسف كان لعيب ممتاز في الأهلي، حمزة الجمل لعيب رائع، فوزي جمال نجم، طلعت منصور بقى وأشرف يوسف وهاني رمزي مدرب منتخب الحالي بتاعنا، وياسر عزت وياسر ريان ورضا عبد العال انضمام لأول مرة، وإسلام فتحي وعلي يحيى ومحمد فكري الصغير، والكاس موجود كالعادة. خالد الغندور كمان كان انضمام أول ليه، ومحمد رمضان وبشير عبد الصمد، إبراهيم المصري من المصري البورسعيدي، وأيمن منصور. إن الولد ده، اللعيب ده، النجم ده عمل بطولة جيدة جدا في عدد قدراته. طبعا كان اللواء يوسف دهشوري حرب هو رئيس اتحاد الكوره، صراحه شخصيه عظيمه. صالح سليم المايسترو كان رئيس النادي الاهلي، وكان المستشار جلال ابراهيم رئيس نادي الزمالك في الوقت ده. مصر رجعت تاني، مصر رجعت للبطولات، مصر فكرت تنافس تونس في تونس، مصر فكرت تكسب تاني بطوله الامم الافريقيه في تونس. لكن بطوله الامم الافريقيه في تونس دمت 12 فريق، اتقسموا على أربع مجموعات، كل مجموعة زي البطولة السنغال فيها ثلاث فرق بياخدوا الأول والتاني، زئير، مالي، وتونس، مجموعة صعبة قوي. المجموعة التانية مصر، نيجيريا، الجابون، مجموعة برضو يفترض فيها أنها صعبة، الجابون كانت غريبة علينا. بالمجموعة التالتة كانت زامبيا، كوت ديفوار، والسيراليون، والمجموعة الرابعة غانا والسنغال وغينيا. دي مجموعة الموت، مجموعة صعبة قوي. البطولة في تونس اتلعبت على ثلاث ملاعب، استاد المنزة، وده كان في العاصمة بتاع تونس، وكان بياخد 45 ألف متفرج، وبعد كده استاد ملعب الشاذلي زويتن اللي كان بياخد 20 ألف متفرج، وبعد كده الملعب الأولمبي في سوسة واللي كان بياخد 30 ألف متفرج. أنا كنت بحب الملعب ده قوي، كان مش طبيعي، ملعب جميل فعلا اللي في سوسة. تونس والبطولة في تونس وعلى أرضها، والمباراة الافتتاحية وبتخسر من مالي 2-0، كارثة، مفيش بداية أسوأ من كده. تيجي بعد كده زئير، تروح كسبانة مالي اللي هي كسبت تونس 1-0. الدنيا ظلمت في تونس، جماهير تونس خلاص خلاص ما بقوش حتى مصريين. الماتش التالت حسوا إن هي ظلمت، الماتش التالت فعلا ظلمت، لأن تونس اتعادلت مع زئير 1-1. بصراحة مجموعة طلع منها زئير ومالي، وتونس صاحبة الأرض والجمهور خسروا بشكل سريع ومبكر، مع ان كان عندهم فرقه كويسه قوي لكن حظهم كان وحش. المجموعه الثانيه نيجيريا بتكسب الجابون 3-0، مصر بتكسب كمان هي الجابون 4-0، دي الجابون دي حصاله كانت في المجموعه. بتيجي بعد كده طبعا مواجهه مصر ونيجيريا، والتعادل كانوا 0-0، الجابون طبعا خرجت، مصر ونيجيريا للدور اللي بعد كده. المجموعه الثالثه ساحل العاج بتكسب سيراليون 4-0، وتيجي تخسر من زامبيا 1-0. السيراليون بيتعادلوا مع زامبيا 0-0، نتائج برضو كانت صعبة قوي. المجموعة الرابعة كانت غانا بتكسب غينيا وكسبت السنغال 1-0، يا سلام عليك يا غانا، من بدري حكمتها وخدت الست نقاط بتوعها عشان يجي الماتش الفيصل اللي بين السنغال كده. للأدوار الرهيبة بقى، الأدوار بقى النوك أوت، اللي يتغلب بيخرج بره البطولة. ماتشات كانت كلها بصراحة صعبة، بيقولوا المتابعين اتفرجنا عليها، ماتشات بصراحة كانت جميلة. نيجيريا ومصر كمان خسرت من مالي 1-0. مصر بعد مباراة الجابون كل الناس طلعوا بيها السما، بالذات ان اتحقق رقم كبير قوي فيها. مصر كسبت 4-0 في الجابون، والهدف الاولاني اللي جابه ايمن منصور يعتبر احد اسرع الاهداف، ده اسرع هدف في الامم الافريقية، كان بعد حوالي 28 ثانية. فيعني كل حاجة كانت مهيئة، جاب لجوان كمان مع أيمن منصور، حمزة الجمل جاب جون، وبشير عبد الصمد جاب جونين. هدف أيمن منصور في الوقت ده اتقال عليه أسرع هدف في تاريخ الأمم الأفريقية. كل حاجة كانت مهيئة إن مصر تقدر تكسب كل حاجة، لكن مصر زي ما قلت لكم خسرت 1-0 من مالي، خروج كان سريع قوي مؤلم، لأن تخيلنا أن منتخب مصر يقدر يكمل. باقي البطولة كانت عبارة بصراحة غير عالي، 1-0، وزامبيا كمان كسبت السنغال 1-0.
الدنيا اتغيرت. نيجيريا واجهت كوت ديفوار بقى في قبل النهائي كسبتها 4-2، وزامبيا ده مش بتكسب مالي، بتنتقم من مالي، كسبوها 4-0. بطوله كانت غزيره من الاهداف. انا قلت لكم الملاعب كلها كانت حلوه، تفتح النفس، اللعيبه كلها بتلعب بنفس، اللعيبه كان عندها مزاج. الجمهور كمان في تونس بعد ما خرجوا بدري قوي بقى زواقه، راح اتفرج بقى في الماتشات وقاعدين من غير ولا توتر ولا عصبيه، خرجوا من اول الدور. ساحل العاج كسبت المركز الثالث بعد ما كسبت مالي 3-1 وخدت المركز الثالث. المباراه النهائيه اللي كانت بين نيجيريا كان بيقودها في الوقت ده ايمانويل امانكي. ايمانويل امانكي لاعب نادي الزمالك، هو اللي تقدم لبلاده بجونين لهدف للاعب زامبيا لاتانا، 2-1 لنيجيريا، عشان نيجيريا تبقى لتاني مره في تاريخها تكسب بطوله الامم الافريقيه رقم 19 اللي اقيمت في تونس. نجمها ايمانويل امانكي احد اهم هدافين ونجوم افريقيه. بطوله كانت رائعه في مجملها، حزينه لمصر، حزينه قوي لتونس اللي خسروا كل حاجه، لكن كان فيها بطل بيعيد كتابة سطوره، نيجيريا بطل لتاني مرة للأمم الأفريقية في تونس. نروح للجزء الأخير في حلقتنا الصعب قوي النهاردة، اللي لما 4-5 بطولات أمم أفريقية صعب قوي كانت على كل، على فريق العمل بتاعي عليا، بس قررنا نكملها لأخرها كده ونطلع كل اللي فيها قبل ما نروح لكم لبطولة من البطولات الجميلة، بطولة 98. بطولة 96 فين؟ في جنوب أفريقيا عند مين الرئيس اللي هناك؟ نيلسون مانديلا. يعني مفيش أجمل من كده، خلاص أفريقيا فتحت قلبها لجنوب أفريقيا، لأن كنا متباعدين، كنا متجاهلين وجودهم، كنا ما بنتعاملش معاهم نتيجة التفرقة العنصرية، لكن خلاص جنوب أفريقيا بتستضيف كل أفريقيا. كان من زمان، كان من حقهم لأن هم مؤسسين، لكن جنوب أفريقيا بتستضيفنا وبتستضيف كل أفريقيا عندهم. مصر في الوقت ده كانت كل الأمور ماشية كويس قوي، مدرب جديد كرول كان بيفكر، كان هولندي طبعا رود كرول، كان راجل تقيل، لعب منتخب هولندا في عصره الذهبي، لعب مع نيسكنز، لعب مع كرويف، لعب مع عظماء الكرة الهولندية. رود كرول في جه هنا بفكره، بتفكيره، بأسلوبه عشان يبني جيل جديد لمصر، وكانت مصر متجهة للجيل ده، الكرة الشاملة، الكرة المتميزة الجميلة. لعيبة كتيرة ظهرت في مصر، مصر بتغير جلدها، بتغير لعبتها. نادر السيد حراس المرمى ظهر، عصام الحضري كمان ظهر، الاثنين ظهروا بشكل كويس جدا، كان معاهم كمان السيد السويركي من الاسماعيليه، ياسر رضوان كان موجود من بلديه المحله، كان لعيب متميز قوي، حمزه الجمل كمان موجود، فوزي جمال، هاني رمزي بخبرته بقى التقيله، احمد الكاس وصلاح ابو جريشه ومجدي طلبه، كل دول شباب كتير قوي كمان انضموا، مدحت عبد الهادي وهادي خشبه واحمد حسن وعبد الستار صبري، حازم امام الثعلب الصغير وظهور لاول مره وظهور ملفت، واحد موهوب قوي، لعيب قوي، قدراته مختلفه قوي. يجي وراه كشري احمد عبد المنعم وعلي ماهر وابراهيم المصري. كرول كان بيحضر، بيغير جلد مصر، بيغير شخصيه المنتخب المصري، لعيبة كتيرة معظمهم جديد. ابتدت البطولة، وابتدت البطولة مولعة، ابتدت البطولة مفيش هزار. مباراة الافتتاح جنوب أفريقيا كاميرون 3-0، جنوب أفريقيا بتكتسح الكاميرون 3. مباراة الكاميرون ومصر، كاميرون جاية من هزيمة قاسية
عشان تقابل مصر، والمفروض مصر جاية من فوز وهتكسب، لكن النتيجة كانت لصالح الكاميرا. اتنين ماتش مهم قوي في المجموعة دي، مصر وجنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا عايشين نشوة غير عادية، شو استعراض فوز في كل لقاءاتهم، وبيواجهوا مصر اللي هي بصراحة مش مبينة نفسها قوي، ولا هي قوية ولا هي ضعيفة. محدش فاهم كان منتخب مصر مع رود كرول شخصيته ايه، تفضل ماتش تحس ان هم كويسين وماتش فرقة عادية. لا، وكسبنا جنوب أفريقيا على أرضها، دايما كنا محظوظين عندهم. فوز كان مهم لمنتخب مصر ينقلنا للأدوار اللي بعد كده. بعد ما مصر كسبت جنوب أفريقيا على أرضها 1-0 بهدف أحمد الكاس، اتفضل ماتش واحد في المجموعة دي، أنجولا الكاميرون، هيعملوا إيه؟ مصر مستنية، جنوب أفريقيا مش مستنية. اتعادلوا 3-3، وده تعادل كان مهم قوي، لأن خد الفرقتين بره، فرقتين طلعوا بره البطولة، عشان تتأهل مصر وجنوب أفريقيا للدور اللي بعد كده التالي. المواجهات بعد كده في الدور قبل النهائي كانت قوية قوي. جنوب أفريقيا خسرت على أرضها 2-1 بالجزائر، كارثة بصراحة، كان يوم صعب قوي في جنوب أفريقيا. غانا بقى كسبت زئير 1-0. مصر بتودع بقى البطولة، لأن اتغلبنا من زامبيا 3-1. خروج كان مقبول للشارع الرياضي في مصر. الجابون قبل النهائي، جنوب أفريقيا بمفاجأة كبيرة بتفوز على غانا 3-0. غانا حد يكسبها 3-0؟ في حد يقدر على غانا غير جنوب أفريقيا؟ في جنوب أفريقيا اتحققت معجزة، لأن كل الناس في جنوب أفريقيا قالوا استحالة هنكسب غانا، غانا دي ما بتتغلبش. تونس كمان بصعوبة بعد مواجهة زامبيا عرفت تكسب 4-2، بس مباراة ملحمية، يعني التوانسة لحد النهاردة بيحطوا المباراة دي على التلفزيون ويتفرجوا عليها. بصراحة شرفتونا، شرفتوا الشمال أفريقيا، شرفتوا العرب، مباراة غير عادية. طبعا زامبيا راحت لعبت على المركز الثالث والرابع وعرفت تكسب غانا، اللي بعد صدمة هزيمتها من جنوب أفريقيا كانوا عاملين زي اللي خدوا بوكس نوك أوت، خدوا بوكس كبير دوخهم، جت على طول زامبيا خطفت منهم المباراة وكسبت المركز الثالث. نوصل للمباراة النهائية، جنوب أفريقيا في مواجهة مع بطل الشمال، بطل أقصى الجنوب جنوب أفريقيا، مع بطل أقصى الشمال تونس. مفيش التخلص من العنصرية، رفعوا الكاس عشان يقولوا للعالم إحنا هنا موجودين بعد العزلة الرهيبة اللي كانوا فيها. جنوب أفريقيا بطل الأمم الأفريقية في نسختها على أرضها في وسط جمهورها. وبكده نبقى وصلنا لآخر جزء في حلقتنا التقيلة قوي النهاردة. هناخدكم الحلقة الجاية ونروح على بوركينا فاسو، بطولة هنبهركم باللي هتشوفوه معانا وتسمعوه معانا. أشوفكم الحلقة الجاية.